لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حياكم الله أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء أينما كنتم في هذا النقل المباشر للبطولة القارية لكرة القدم داخل القاعة التي تحتضنها تايلاند، والمباراة الثانية لأسود القاعة أشبال المدرب هشام المغربي من مناسبة تواجه في آخر مناجات. نتابع هذه المحاولة والتدخل من حارس المنتخب الوطني المغربي عبد الكريم نبيه يتدخل التي عرفت تسجيل الأهداف. نتابع هذه المحاولة لكن حارس مرمى المنتخب تدار أيضا تأكيد التفوق. نتابعون أول محاولة والهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي، تمريرة من محمد أشرف سعود في اتجاه إدريس الرئيس الفني الذي يعلن عن الهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي. نتابعون تمريرة من محمد أشرف سعود للحديث أكثر عن بطولة إفريقيا والتتويج المغربي في آخر نسختين. تسديدة محمد أشرف سعود صاحب الخبرة والتجربة، واحد من الدعامات الأساسية في تشكيلة المدرب موزمبيقي على البحث عن التعادل. تسديدة مرت بعيد عن مرمى الحارس عبد الكريم نبيا. أمامنا مدرب المنتخب الموزمبيقي على المنتخب الفنلندي. انتظار باقي نتائج مباريات المجموعة الثانية. أيضا المنتخب الإيراني انتصر على ألوانيا بالإضافة للبلد المنظم. نتابع هذه المحاولة، محاولة رائعة والهدف الثاني بطريقة رائعة وبطريقة فنية. إدريس الرئيس الفني يسجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي. نتابع كيف كان المرور، التمريرة من يوسف جواد، الانطلاقة مراوغة تدل على الخدمة الكبيرة التي يقوم بها الرجل والعمل الكبير الذي يقوم به. نسخة جنوب إفريقيا سنة 2016 والفوز في النهاية على المنتخب المصري. عن نسخة مدينة العيون المغربية والفوز في النهائي. جاز له وصفة البطولة سنة 2004. قلت المنتخب الموزمبيقي المغربي كما قلت توج بآخر نسختين. نتابع هذه المحاولة، المنتخب الموزمبيقي عودة رائعة من محمد على أجمل مرتدة سريعة للمنتخب الوطني المغربي. تسديدة كانت من خالد سيتو بوزيد. سيا من الدور الأول المنتخب الموزمبيقي. موزمبيق محتل المركز 66 عالميا. تسديدة كانت من ماريو جينيور. البطولة العربية تفوز في النهائي على منتخب العراق. قبل ذلك شارك في نسختين، نسخة 2012 و 2016. نسخة 2012 المنتخب الوطني المغربي انذاك انهزم في اولى مباراة المنتخب الموزمبيقي. تمريرة بينية، تدخل الحارس عبد الكريم نبيه ويبعد الخطر، تعود لحارس المنتخب الموزمبيقي. في المركز الثاني على المنتخب البرتغالي في المركز الثالث. عرجوبي ايضا مركز ثامن مناصفة مع المنتخب الايطالي بنفس عدد النقاط على 1438 نقطة. حال تأهل المنتخبين الوطني المغربي والمنتخب الايراني عن المجموعة الثانية اكيد ستكون عالميا. وتابع التسديدة، تسديدة كانت من جانب لاعبي المنتخب الموزمبيقي. البحث عن الطرق المؤدية للسعد عبد الكريم النبي، والمنتخب الموزمبيقي يسجل الهدف الأول عبر خوسي دا سيلفا. قلت بأن لاعبي المنتخب الموزمبيقي يبحثون عن الطرق المؤدية.
خطا لصالح المنتخب الوطني المغربي، وان دار حق انطونيو زيرال بلاي. ثلاث دقائق نتابع التسديد، تسديدات في اتجاه بلال البقالي، تمريره اشرف سعود، تمريره اشرف سعود كادت ان البقالي من جديد في اتجاه المسرار، في اتجاه المسرار، فرصة الهدف الثالث تضيع، الثالث تضيع، فرصة الهدف الثالث تضيع من جانب عضو ادريس الرئيس الفني اخر في اتجاه اشرف سعود. بقي حداري، حداري من الكرات الخاطفة بالنسبة للمنتخب الموزمبيقي في ظل المشهد الأول. العودة للفيديو، العودة للفعل تلوج، نفذ الركنية، تسديدة ماريو جونيور، تسديدة أنس العيان، تتحول الكرة للركنية من المنتخب الوطني المغربي متقدم بهدفين مقابل واحد. نتابعون تسديدة أشرف سعود، تمريرة بالمقاس من أنس العيان في اتجاه الجهة اليمنى، تمريرة من أشرف سعود في اتجاه سيتو، تسديدة خالد سي بلال البقالي، تمريرة في اتجاه أشرف سعود من المحاولة قائمة، تسديدة، تسديدة يوسف جواد مرة المغربي، تسديد دائما سفيان المسرار، تسديد، تسديدة سفيان المسرار، حذاري من الهجمات المرتدة للمنتخب الموزمبيقي، دار في حق أنس العيان من الجهة اليمنى في اتجاه بلال البقالي، والهدف الثالث، الهدف الثالث، تمريرات أكثر من رائعة، ويوسف جواد ينهي الهجمة بهدف ثالث من خلال تسديدة رائعة تعانق شباك الحارس أندري مانجي. نتابعون الهدف الثالث، تبادل رائع بين لاعبي المنتخب، نتابع فرصة الهدف الرابع، ورائع، هدف رائع من يوسف جواد، أظن يوسف جواد ومن سجل هو إدريس الرئيس الفني. انتظار الخط الأمامي للمنتخب الموزمبيقي، مكان حارس، نتابعون أظن خطأ، وهدف ثاني للمنتخب الموزمبيقي، والمسجل نفس لاعب جيرارد، إذن يحتسب الهدف.